ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومخرجنا بيسألني وبيقول لي في الإربيز، أقول قال لي بعد ده كله بيقول لي دي الكيكة دي حلوة ولا حادي؟ فقلت له حادي. قال لي طب ما هو العسل حلو، العسل الأسود يا إخوانا يا حبايبي. زمان والزمن الجميل كنت أجي من المدرسة ألاقي راجل طيب شايل البلاص اللي هو الفخارة دي جميلة وفيها العسل، وبيبيع بالإيه؟ بالوقة يعني وبالعيار، ما كانش فيه، مش هشيل ميزان بقى، يقول لك دول ب2 جنيه، دول ب3 جنيه، ب5 ساغ، بربع جنيه، وهكذا. فالعسل الأسود احنا اتربينا عليه مع الفطير المشلتت، الاتنين ولاد عم متلازمين مشتركين في الأب والأم. فطير مشلتت يعني عسل أسود يعني طحينة، والطحينة دي يعني إذا وجدت أم لا توجد، وجبنة قريش بتاعتنا اللي هي الجميلة أو الجبنة القديمة. تعالوا مع بعض نشوف إزاي نعمل سمكة الدنيس بالزبدة والليمون مع بطاطس. المقادير على الشاشة. دنيس أكل الناس الطيبين، سمكة بيضة لحمها أبيض، تتعمل يا إما مقلي يا إما زبدة وليمون أو زيت وليمون. أنا هعملها النهاردة بطريقة جديدة. معانا زبدة، معانا التوم، قليل من الشبت، قليل من الكرفس، ملح وفلفل، بهاراتنا زعتر وشوية بابريكا، خالية من الكمون والكزبرة. السمكة دي بريئة من الكمون والكزبرة. تاني، السمكة دي بريئة من الكمون والكزبرة، لا هتاخد لا كمون ولا كزبرة. هنشوف نعملها مع بعض إزاي. هناخد سمكة الدنيس الحلوة دي كده الطازة دي، ونيجي هنا نفتح الفتحة دي كده بالشكل ده كده، نفس القصة هنا كده، ونعمل تتبيلة مع بعض حلوة. شيل دي من هنا. التتبيلة دي عبارة عن ايه يا عم الشيف؟ شوية بهارات من التوم، سوري، من التوم الأول كده، شوية فلفل، قليل من الشبت، عصرة ليمونة، كل دول مع بعضيهم، والبهارات بتاعتنا اللي قلت عليها، زعتر، بابريكا، وخلص الكلام، وشوية فلفل أسود للأمانة بس خلاص. ونقلب الخليط ده يا عم الشيف، وناخد الخلطة دي نملز بيها على السمكة. ولكن معايا طاسة شديدة الحرارة على النار، ومعايا في المقادير شوية بطاطس مقطعهم شرايح رؤية، طريقة تقطيع الشيبسي اهو. شفت الخلطة الحلوة دي كده اهو. ناخد السمكة اللطيفة اللي معانا دي كده، ونغذيها ما بين قطعية السكينة كده بإيديا وبطنها، بإيديا مكان تقطيع السكينة وبطنها، تاني بطنها ومكان تقطيع السكينة بالشكل ده كده، وألمس عليها وأحتفظ بالخلطة دي، عايزها الباقي منها عايزه أنا أهو كده كده كده. حلوة لغاية دلوقتي زي الفل يا عم الشيف. هنعمل إيه معانا؟ قليل من النشا. اوه نشا وزبده وليمون، اه خليك معايا للاخر الله يرضى عليك. يعني انا لو حطيت سمكه الدنيس كده زي ما هي كده في الصينيه علشان احمرها، هفقد الماده الدهنيه اللي موجوده ما بين الجلد وما بين اللحم، ده الطبيعي، وانا عايز احافظ على الكريسبي بتاعها، ويهمني الجلده بتاعتها زي السلمون بالظبط، أوميجا 3 والدهون بتاعت السلمون والسمك الجميل الحلو محصورة ما بين الجلدة والفيليه أو اللحم بتاعها. هاخد الدنيسة الحلوة دي كده برضو أغرقها نشا، وعندي الطاسة على النار شديدة الحرارة، شفت الجو ده كده، الله زي ما هي كده أهو، نفس القصة أهو، على عينك يا تاجر أهو كده كده زي الفل. ده يحمي لي السمكية مش هتتجرح، انا حافظ على شخصيتها وشكلها، نفس القصة اهو اهو. نروح بعضينا على فين بقى؟ يلا بينا يلا بينا. ادي الزبدة، الله اكبر، وادي زيت الزيتون، وادي طاسة شديدة الحرارة بالشكل ده كده، قليل من الزبده،
ناخد السمك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما هو كده، يلا بينا. الله الله يرضى عليك يا ولدي، زي ما هي كده. حلو، واحدة واحدة معانا. حط القرن الفلفل ده كده، العود الروزماري ده كده، ده كله ده فليفر علشان مكان الطاسة دي هشتغل. حلو، وانا شغال هعمل ايه دلوقتي؟ معايا بطاطس، باخد البطاطس الحلوة دي كده بتقطعها شرايح، بنزل بقى هنا كده. لا مش في اللي دماغك ده يا ست الكل، مش هو ده. انا عارف هتقولي ايه دلوقتي، تقولي الشيف المغازة هيرص البطاطس على السمك، دي مدرسة خاطئة خالص. هناخد البطاطس دي كده نقلبها كده زي ما انا شغال كده، مكان تتبيله السمك كده، واخدها زي ما هي كده، واشوف السمك اخباره ايه. بص بقى وانا برفع السمكه، بص على الحلاوه بالله عليك، هو ده تاني اهو، هو ده اهو، شفت القوام ده؟ هو ده اهو، اتجرحت السمكه ادتني قوام حلو اهو. هعمل ايه دلوقتي؟ مكان السمك الدنيس هشيلها بشياكه. الله، احنا بندرس المطبخ هنا، مش بنعمل حاجه وخلاص، احنا لازم نفهم احنا بنشتغل ازاي وبنعمل ايه علشان يبقى في الاخر ايه. هناخدها زي ما هي كده اهي، شفت السمكه طالعه في ايدي ازاي يا شفيق؟ بص بالله عليك، اهي 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 اهو، تاني تاني اهو اهو اهو، بص اهي اهو اهو اهو. لا مش تقطع يا باشا، اهي 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 يا غالي، بص اهي كمان دي اهي اهي دي اهو. هناخد البطاطس الحلوه دي كده برصها هنا، شفت الشقاوه بتاعت المطبخ؟ هو ده بقى زي ما احنا شغالين كده كده، مكان السمك. وتقولي ايه العب يا سمك؟ زي ما انا شغال كده لسه ما خلصتش انا، اصبر عليا دي زي ما انا شغال كده. بطاطس هنا وننزل بشويه الصوص دول كده، هو ده لسه ما خلصتش انا. ناخد الدينيس بتاعنا بنرصه هنا، الله ربنا يكرمك يا ولدي. وفي طاسه جانبيه فيها قليل من الزبده بالشكل ده كده، على الزبده دي شويه ميه صغيرين. ركزي معايا عشان هنا بقى اللعب، هنا الخبرة. كريمة لباني، يا ويلي، شوية زعتر على الكريمة ونقلب دول مع بعض مع شوية بهارات حلوين. خلاص حالا دلوقتي هطلع، عايزين نطلع فاصل الشباب. شوية بابريكا حلوين، شوية فلفل اسود حلوين، شوية ملح حلوين، بنقلب كل دول مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الجو ده كده؟ زي ما انا شغال كده. ايوه هو ده عليك، الله عليك وعلى والديك. شويه شبت، شويه كرفس، كل دول عليها، عصره ليمون، كل دول عليهم. يلا بينا يلا بينا. بص على الحلاوة دي، بص على الجمال ده كده، هو ده. درجة حرارة الفرن عندي 180، الله عليك. أنا هسيبها لمخرجنا يدلعها كده، ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. لكل طبق ولكل أكلة لها التركية بتاعتها. أنا رصيت الدنيس العظيم الحلو على البطاطس الشرايح الرفيعة، طريقة تقطيع الشيبسي. طبعًا حطينا الكريمة اللباني بعد ما تبلناها مع عصرة ليمون، طبعًا رشة زبدة على وش السمكية مع رشة فلفل اسود جريئة كده، ويلا بينا مع بعض بعد غلوة على النار. بس انت ما تبقيش زيي، انت لا معاكي لا مخرج ولا معاكي وقت، انت مطبخك وانت الملكة بتاعته. السمكة دي أول ما ترصها في الصينية بتدخليها الفرن على طول تستوي بعديها، بيفرق إن السمك كله مع بعضه يستوي في الفرن غير لما بسويها على عين البوتاجاز. خلينا نتكلم الصح،
هناخدها زي ما هي كده بعد غلو علشان طبعا في الاخر هي تستوي، هندخلها الفرن مع بعض اهي. اللهم صل على النبي، في درجه حراره 180 اهي. ابص عليها اهو، انا حاططها فوق علشان نكسب وقت. حلو اهي، حلو اهي. مخرجنا عايز يشوف الحاجه الحلوه اهي. سمكة الدنيس في الفرن بتفاصيل، هنقفل الفرن بتاعنا ونسيبها شوية. طيب احنا معانا كيكة في الفرن، الزبدة راحت وساحت، اعتقد ان الدنيس جاهز بألف هنا وشفا. السفرة الحلوة دي عدلها يا عم الشيف، شوية رز ابيض او مكرونة سباكيتي حسب الرغبة. ايه رأيك في سمكة الدنيس؟ هحطها لك كده عينيا الاتنين، تقدم.